إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم في صباح هذا اليوم الأغر الذي نشهد فيه تجهين المرحلة الثانية من العام التدريبي لقوات الشرطة في محافظة مأرب. ولا يفوتني في البداية أن أترحم على أرواح الشهداء الأبرار، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والفرج القريب للأسرى والمختطفين. كما يسرني أيضاً أن أنقل إليكم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي والإخوة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتقديرهم الكبير للجهود المخلصة والتضحيات الغالية التي تبذلونها لخدمة الوطن وتعزيز الأمن والحفاظ على السكينة العامة في هذه المحافظة. الحضور جميعاً، إن هذا المستوى المتقدم الذي أظهرتموه اليوم وتخرج هذه الدفعات المتخصصة والمؤهلة يعكس بوضوح حجم الجهود الجادة والمخلصة التي بذلتموها جميعاً، سواء كقادة وحدات أو مدربين أو خريجين، في سبيل الارتقاء بالمنظومة الأمنية وتطويرها وتثبيت الأمن والاستقرار للمواطنين في هذه المحافظة. ونؤكد لكم أن هذه الجهود محل تقدير القيادة وامتنان الناس في كل الأوقات والظروف. الحضور الأكارم، إن هذا النجاح يمثل حافزاً لنجاحات أوسع وجدية أكبر في التأهيل والتدريب، ونحن معكم وإلى جانبكم لمواجهة التحديات التي تواجهها المحافظة والوطن بشكل عام في ظل تمادي إجرام ميليشيات التمرد والإرهاب الحوثية المدعومة من إيران وأساليبها الدخيلة في استهداف سكينة الناس ومعيشتهم وممتلكاتهم. وإن تلك التحديات مهما تعددت لن تزيدنا جميعاً إلا قوة وصلابة تقر بها أعين الشرفاء والمناضلين من أبناء هذا الشعب اليمني العظيم، وتحبط كل دسائس العدو ومخططاته، وتردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة واستقرارها، ويهدد سلمها الاجتماعي بأي مستوى أو أي وسيلة كانت. ولقد ضربت أجهزة الشرطة والوحدات الأمنية بمحافظة مأرب أعظم الصور في المسؤولية والتضحيات، وقدمت عدداً من قادتها وأفرادها شهداء وهم يؤدون واجبهم ويبرون بقسمهم وعهدهم لله ثم للوطن والثورة والجمهورية والناس في كل ربوع الوطن. نسأل المولى عز وجل لهم ولجميع الشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل. الحضور الأكارم، بالقدر الذي ننوه فيه بالنجاحات التي حققتموها خلال الفترة الماضية، فإننا نحثكم ومن خلالكم إلى جميع زملائكم ضباطاً وصفاً وجنوداً على المزيد من اليقظة والتكامل والاهتمام بالناس وبما يحفظ لهم كرامتهم وحريتهم وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بكل ما أوتيتم من صبر وفطنة وحكمة تعكس روح الدولة وهيبتها ومسؤوليتها عن الوطن والمواطن. ونؤكد لكم مجدداً أن تطوير المنظومة الأمنية وتحديثها يعد من أهم أولوياتنا لتعزيز جميع الجوانب، سواء في التقنيات أو التسليح أو غيرها من المتطلبات، بما يضمن تحقيق الغايات الكبرى والأهداف المرجوة من الخطط في كافة المجالات وفي كافة الأجهزة الأمنية. مرة أخرى نهنئكم جميعاً بهذا التخرج والعرض، ومن خلاله أحيي وأشكر باسمكم جميعاً المواطنين بالمحافظة على التكاتف والتكامل مع أجهزة الأمن والتعاون المثمر. وأدعوكم أيضاً وأدعوكم جميعاً لأن تضعوا أيديكم في أيدي مجتمعكم، لأن رجل الأمن عندما يكون هو والمواطن يتبادلون التقدير والاحترام، هنا الأساس المتين لحفظ الأمن والاستقرار. كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لكل جهود الحكومة ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، والشكر موصول للأشقاء في تحالف دعم الشرعية وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. بارك الله جهودكم وسدد خطاكم، والنصر حليفكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.